جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. تقول السائلة: إذا قدمت هدية لموظف بدون تساوم منه، هل يقبلها أم لا؟ لا يجوز هذا، رشوة، لا يجوز تقديم الهدية للموظف، لأن هذا ولا يجوز للموظف أن يقبلها، لأن هذا هو الرشوة. قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية، قصدنا أنه ما يقبل الموظف، ما يقبل الهدية من المراجعين. نعم شيخ. والذين لهم معاملات لا يقبل منهم هدية، لأن هذه هي الرشوة المحرمة. نعم.